طبعا بنات رح نتحدث عن الجزء السادس والأخير من أنواع السياحة، السياحة الرياضية. ما المقصود بالسياحة الرياضية؟ للمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية من أجل المنافسة أو الاستمتاع بمشاهدة الأنشطة الرياضية. تحصل عندنا في بعض السنوات بطولات لكأس العالم لكرة القدم، متذكرهم أنا بسنة 2014. بحب الناس، بعض الناس إنهم يذهبوا لمشاهدة هذا النوع من أنواع الرياضة للبلد اللي بيصير فيها، تعتبر سياحة رياضية، أو ممكن يشاهدها على التلفزيون. طب شكل من أشكال هاي السياحة، السياحة البحرية أو الرياضة البحرية آسفة، كسباق اليخوت والقوارب الشراعية، الرياضة الجماعية للألعاب كبطولات كرة القدم العالمية، الرياضة الشتوية كالتزلج على الجليد، والرياضة الصحراوية المتمثلة بركوب الخيل والجمال وقوة التحمل. هذا النوع من أنواع السياحة اللي هو السياحة الرياضية.